دار الصراغنا كملات فينات. دابا حنا في التجهيز ديالها، راه حنا لونسينا المارشي. كاين المسائل الاداريه هي اللي المسائل الاداريه هي اللي باقي حابسه، ولكن يقيني ان شاء الله على انه راه الدخول المقبل جاهزه، هي جاهزه اليوم. خصها هذه القضيه ديال التجهيز غادي يكون في غادي نقول لكم في الاسابيع القريبه ان شاء الله. دار الصراغنا في مراكش وراها واحد المعلمه كبيره اللي غادي تنفع البنات والوليدات ديال تراب الاقليم، اللي كان المتر دوفراج ديالها احنا هو مجلس اقليمي، ولكن حنا ديليغينا لمؤسسه العمران في البني. ده هو اللي